قدمت اول شيء كنت خايفه وما ادري هواي عن الموضوع بس بعدين تدربت وهم دربوني هناك و honestly it's been the greatest experience واني مبسوطه كلش هناك. عامله عمليه تجميل هنا وهنا وهنا وفي كل مكان. ما تشوفون خشمي صغير كلش جنبك؟ طيب وشو موقف محرج صار معك؟ طب انت ليش يعني تقرب الكاميرا كلش علي؟ موقف محرج صار وياي. مره كان عندي برنامج على الهواء و اختنقت، يعني ردت اكح بس ما قدرت اكح فاختنقت وظليت احط، يعني احنا مو المفروض انه نكح لما يكون على التلفزيون شيء يعني مو كلش حلو، اذا قحينا تكون قحه واحده وصغيره كلش ونقول عفوا وراها، فقلت لا اخليها يعني هيك اختنقت فعيوني صارت حمراء وقامت تدمع والمخرج باذني يقول لي خلاص خلاص روحي بريك روحي بريك، يعني هذا كان أسوأ شيء يصير وياي، الكل خافوا بالاستوديو. السؤال اللي بعده. مروه في ناس كثير سالوك السؤال الصراحة صعب. اوكي. أنا مش عارف هتردي عليه ازاي. طيب قول. بيقولوا لي يعني كاتبين لك أنت ازاي حلوة كده؟ والله ما أدري. يعني تسالي. والله مين قدوتك بالحياة؟ ماما، لأنه هي شي از ترو فايتر. ودائما يعني دائما الامهات يسوون اكثر من شغله وناجحين بها كلها. طيب قولي حاجه. طيب بالمصري. بالمصري؟ ما انا بتكلم معك بالمصري. لا ده مش مصري، كلام مصري. ده مصري والله. ايوه كده بقى. برجك ايه؟ الجدي، معروف عن الجدي انه ذكي. ايه اكثر اكله عراقيه بتحبيها؟ شنو اكو اكله ما احبها بالعراق يعني؟ دولمة. شنو بعد؟ كل الأكلات. لونك المفضل؟ الأخضر. طيب مروة أنت عندك أكاونت على فيسبوك؟ يس، راح أحط أكاونتاتي إذا يصير مهند بنحطها آخر شيء بالفيديو. أوكي حطيهم فين؟ آخر شيء. إيه ده؟ أيوة جو ده عارفة. طيب جو اليوتيوب ما عندنا إيش ده؟ طيب ما عندكوش انت جو السبسكرايب واللايك وكذا؟ ما في سبسكرايب وكومنت وكومنت بلو مش عارفه مين. طيب بغض النظر